بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وفاءً للتضحيات الكبرى. وفاءً للتضحيات الكبرى. ولأرواح شهدائنا الأبرار. ولأرواح شهدائنا الأبرار. وقيم نوفمبر الخالدة. وقيم نوفمبر الخالدة. أقسم بالله العلي العظيم. أقسم بالله العلي العظيم. أن أحترم الدين الإسلامي وأمجده. أن أحترم الدين الإسلامي وأمجده. وأدافع عن الدستور. وأدافع عن الدستور. وأسهر على استمرارية الدولة. وأسعى على استمرارية الدولة. وأعمل على توفير الشروط اللازمة. وأعمل على توفير الشروط اللازمة. للسير العادي للمؤسسات والنظام الدستوري. لسير العادي للمؤسسات والنظام الدستوري. وأسعى من أجل تدعيم المسار الديمقراطي. وأسعى من أجل مسار الديمقراطي. وأحترم حرية اختيار الشعب. وأحترم حرية اختيار الشعب. ومؤسسات الجمهورية وقوانينها. ومؤسسات الجمهورية وقوانينها. وأحافظ على الممتلكات والمال العام. وأحافظ على الممتلكات والمال العام. وأحافظ على سلامة ووحدة التراب الوطني. وأحافظ على سلامة ووحدة التراب الوطني. ووحدة الشعب والأمة. ووحدة الشعب والأمة. وأحمي الحريات والحقوق الأساسية للإنسان والمواطن. وأحمي الحريات والحقوق الأساسية للحريات للمواطن. وأعمل بدون هوادة. وأعمل بدون هوادة. من أجل تطور الشعب وازدهاره. من أجل تطور الشعب وازدهاره. وأسعى بكل قوايا. وأسعى بكل قوايا. في سبيل تحقيق المثل العليا. في سبيل تحقيق المثل العليا. للعدالة. للعدالة. والحرية. والحرية. والسلم في العالم. والسلم في العالم. والله على ما أقول شهيد. والله على ما أقول شهيد. اعتمادا على إعلان المحكمة الدستورية المذكور أعلاه، وعملا بمقتضيات المادتين 89 و90 مجتمعتين من الدستور، أعطي إشهادا لرئيس الجمهورية السيد تبون عبد المجيد على أدائه لليمين الدستورية أمام الشعب وبحضور جميع الهيئات العليا في الأمة. والله ولي التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.